عليكم، ان شاء الله تكونوا مناح وان شاء الله اليوم يوم حلو لكم. اليوم راح نضيف خزانتي. قبل كم شهر نظفت خزانتي وفرجيتكم كيف انا شلت 40% من تيابي، بس اكيد كان في كذا تياب قلت يمكن حاستعملهم بعدين، بس لاحظت انه ما استعملتهم بعد سنة. سو قررت انه اليوم يوم المناسب انه نظف خزانتي. لان جايز حقلكم سر، ما كنت حقلكم بهيدا الفيديو، بس قلت انه ليه لا، عشان بعرف انه بدكم هيدا الشغلة فحقلكم، وبعرف انه حتكونوا كتير مبسوطين بس تسمعوا هيدا الخبر. والخبر هو راح اغير غرفتي واخيرا. بعرف قلت لكم شهر 8 راح اغير غرفتي، بس literally guys كل اسبوع بنقول اسبوع الجاي اسبوع الجاي، واكيد guys بس غير غرفتي انتوا حتكونوا معي بكل step. anyways هيدا مش فيديو اليوم، فيديو اليوم حيكون انه نظف خزانتي. ف let us do it again. هالمره ما بعرف اذا حشيل 40%، لان مش متأكدة، بس حشيل قد ما فيني، لان انا بدي نظف غرفتي وبدي يكون اقل، وما بدي يكون عندي تياب ما حعوزهم او استعملهم، لان ما بدي كراكيب. خليني افرجيكم خزانتي عشان تعرفوا لايك ذا ايديا انه شو حنعمل اليوم. هيدا هو خزانتي. وي هاف بارت 1 بارت 2 بارت 3. حنبلش بهيدا، هيدا الاساسي بحس، لان هون ويرز ماي موست كلوثز. كثير مكركبه، لايك اتس سو ميسي، وعندي كتير شغلات بعرف ما بدي اياهم. يمكن قلت لكم باخر كلين اوت فيديو انه انا عندي 2 سايزز بالجينز، بس سايز الاكبر صار لي سنه ما عم استعملهم، لان دحفت كتير من لايك هيدا البنطلون يو نو، فا اي ثينك حشيلهم وخلاص لايك باي باي. وكمان هون عندي ليجنز، هون عندي الكشخه سويت بان، لا مش سويت بانز، كشخه بانز يعني بناطلين الكشخين، وهون كمان جينز، اند هون ار سويت بانز. اي ثينك نص ما بستعملهم، لان جبت نيو سويت بانز، جبت هدول، ذوز ار ذا اول ذا نيو سويت بانز. يا ويف جوت سم ورك تو دو جايز. وهون عندي تيشرتات التمرين، وهون عندي ذا اوتينج شيرتس نفس الشيء، هون هدول تيشرتات البيجاما، هون ار ذا لونج سليف شيرتس اللي بلبسوا يعني تحت البلوفر عشان برد، هدول sets. هدول are white shirts. Let us do it. So أنا بدي بلش هون بالجينز، لأن أنا كتير متحمسين أشيل الجينز، لأن بعرف رح أشيل من الجينز. So let's do that. And guys شفتوا my McDonald's sweater؟ شوفوا شو cute. بالجينز حشوف السايز. Okay like مثلا هيدا سايز، سايزي مش سايزي حنشيلهم، لأن it's time to let go of them. Okay هيدا سايزي، هيدا الجينز سايزي، بس بحس انه it's so old ما بعرف اذا حلبسها صراحة، يعني بلبسها بس ما بعرف اذا بلبسها، you know what I mean. اليوم ما حكي بتيابي هيك، حرتبها بس انه ما يكون مديان، لأن اخر مرة تحسبنا بس نظفناها. شو هيدا السايز وهيدا نو نوب باي. اوكي سو فار شلت 4 pants صح؟ اوكي شلت 3 pants، but that's good that's good. عم نعمل progress guys. هلا خلينا نكمل بالسويت pants. هيدا بلبسها، هيدا كمان بلبسها، this yup بلبسها بالبيت actually. انتو بتعرفوا قد انا بحب السويت pants and hoodies، لهيك عندي كتير منهم. انا دايما بلبس سويت pants and hoodies، يعني بعرف يمكن غلط وانه قذرتها شوي. هيدول انا بعرف انه انا بلبسهم لان it's my everyday sweat pants. خلصنا the first، مع انه انا ما كتير مبسوطة انه عندي كل هيدول، لان بدي اقلل، ما بعرف ليه اذا في يشيل. بعرف انه قلت لكم انه هيدا الجينز يمكن استعمله، وينه؟ وينه؟ هيدا الجين I think حشيله، لان صراحة ما بدي كل هيدا الثياب. لايك الحمد لله وبشكر الله كثير انه عندي هيدول كلهم، لازم يكون عندي هيك اوفر، يعني ما شكله حلو اصلا، نفسيا بتحسوا انه اوفر الثياب، لهيك انه منيح من فترة لفترة نطفه. And this is what I'm doing. فهلا خلصنا داون، let us check up شو عنا وشو ما بدنا. ما بعرف جايز بلبسها او لا، صراحة ما بلبسها، بخليها. This one nope. Okay guys شوفوا، oh my god guys this makes me so happy. انا عن جد هلا انبسطت، بس عم لك زبط تحت عشان ما بدي يكون كتير هيك كراكيب، عشان قلت لكم ما بدي تحزب بعدين. oh no هيدا السويت بانس كتير كتير حلو، كان في فترة بحياتي كنت بلبسها دايما، شاوت اوت لنورا كوز هي اعطتني اياه، but it's old. هيدا وقت المدرسة so actually حشيله. هيدا السويت بانس جبته اونلاين and السايز اجا لايك اصغر، مش اصغر بس اجا لهون،
ولايك لا. سو يمكن حاسال اذا حدا من رفقاتي بالدنيا لان اتس نيو وحرام. اوكي جايز وير دوينج جود. شوفوا وهيدا يس. كمان ليجنز بلبسهم كتير لان انتو بتعرفوا لايك وقت ما عم بتمرن فهيك عندي كتير ليجنز سبيشلي انه انا بغير للنادي مرتين باليوم. سو نايس بس ما بعرف اذا حلبسها. لا اي ثينك لازم اضعف شي كيلو. لايك هو بيفوت فيني بس مش مريح ف اي ثينك لا ما حلبسها. اي لاف ات بس ما حلبسها. انذر ليجنز اللي اجى لي فترة بس بلبس هيدا الليجنز. I love the leggings but the leggings mat I think. فا كمان لا مش الليجنز it's more of work vibe هيدا like material بس تشتغله. I think كبير علي. يب كبير. يمكن اعطيها لماما. Guys عم نعمل progress. في فرق صح؟ Guys please قولوا في فرق. تحت شلت. خليني افرجيكم شو عملت تحت. بس please قولوا لي انا عملت progress. ما بعرف اذا شلت او ما شلت. مع انه هون شلت كل هيدول. مثل ما شايفين شلت يعني شلت so far منيح وهلا ما خلصنا هيدول كمان. So now this part. Oh my god. لك هيدول شغلات ما بعرف اذا لازم اشيلهم او خليهم لان بلبسهم. لا اذا بلبسهم لازم خليها. باللي ببالي انه بلبسهم بس يمكن البسهم كثير فما لازم. بس لا لا صح. عارفوا بس انه الفوق اللي بتلبسون والتحت ما بتلبسون هيدا انا. قلت كلمة بستعملن وما بستعملن مليون ألف مرة بهذا الفيديو. I'm sorry. I think هيدا حاطيها لماما لأن أصلا هيدا لماما وأخذتها منها. خلصت هون ما حسيت إنه عملت كثير فرق. فكرت حشيل أكثر. Last الرف for today. Actually مش today عاملة كمان هيدا الخزانة. بس كل هيدول يعني بستعملهم كبيجاما مع انه I think صاروا كتير بيجامات. Another t-shirt لماما واخدت منه. هيدا الست بعرف انه كتير مودة مع انه عندي اياه صار لي 1000 سنة. و I think اصلا هيدا لماما. بس ما طلع كتير حلو علي. يمكن لان leggings مع هيدا ما كتير حلو. بحس لازم يكون sweatpants مع هيدا. We're almost done. لتقصي اخر رف. اخر رف لا. نحن already باخر رف فيها. I mean اخر section. So far شلت هيدول and actually هن كتار يعني اذا بتشوفوا like هن كتار. So I'm proud مع انه ما كتير حاسة هون بس كمان هون اهدى. ما بتحسوا اهدى شوي؟ وكمان هيدول boxes عم بستعملهم لحتى احط الكاميرا لان تيا زكي ما عندها stand لهلا وما اشتريت stand. So عم نستعمل chip boxes. chips boxes yeah. خلصنا هيدا. We are on to هيدول. هيدا السكشن كلهم فصلتين. أنا متأكدة إنه هيدا مش إلي. So ما بعرف شو عم يعمل هون. That is not my style guys. بحس لبست هيدا تيشيرت كتير. It's time to say goodbye. كتير حبيت هيدا التيشيرت أول ما جبته. بس I think ما حأرجع ألبسه يعني. It was nice while it lasted. مش شي حلبسه ولا ما لبسته. I think حيطلع صغير علي. صراحة ما بعرف ليه عندي حاسة حالي كأنه I'm a farmer. تعرفوا اللي yeah. Bye. No. كمان لا. هلا at least انه بتحسوا انه في space بين التياب والتياب. و already شلت كل هيدول مثل ما شايفين. I think it's good guys. I think عملت منيح هون. اخر خزينة احسن خزينة بغرفتي كلهم هوديز اند ويمكن ماما ما تصدقني وتقلي انه تيا حبيبتي مستحيل تستعمليهم كلهم. In my defense I actually do بلبسهم بالبيت او بروح معهم على النادي. So لا ما حشيل. Okay guys so خلصت خزينتي ومثل ما شفتوا شلت قد ما فيني شيل بما انه كمان بدي رتبها لان غرفتي الجديدة لازم يكون كل شيء حلو. لازم اروح اشتري هانجرز. حبيت كيف عملت هانجرز لك رسمت لكم اياه. اول شيء منن مثل بعض وثاني شيء هيدول يعني بتحسيهم اوريدي لايك يو نو لايك منن كثير منيح فبحس انه اذا جبت نفس اللون لكل شيء حيكون ارتب. جبت 60 حبة. So oh my god راح لبسي. Oh my god لازم اشرب ماء وحرجع لكم. And then let's start doing the ترتيب. بس بدي اربط شعري لان شوب. I'm back guys. هعمل هيدا fast forward لان بحس حياخد وقت.
fast forward time. اوكي ما بعرف شو هالحركة بس let's start. Hanger number 2. Guys, شوفوا شكله أحلى بكتير يعني compared to this. Hanger number 3 and 4. لوكي خايفة إنه ما يكفوا الهانجرز لأن لهيدا خمس واحد صح؟ إن شاء الله يكفوا like I really hope so. Next hanger I think رقم 6. This is so random guys, بس actually أنا جوعانة لهلا ما أكلت شي. أنا هلا تأكدت إنه الهانجرز اللي جبتهم ما حيكفوا. بعرف شو أعمل guys. Oh my god. بس شكله كتير مرتب like شوفوا. Oh my god, it looks so pretty. خليني أجيب. Oh my god. Guys, شوفوا شو حلو. Literally شكله أرتب حاسة حالي بزارة أو شيء وشوفه تحت The mess is so pretty وهون the clothes اللي ما بديهم So cute ما بعرف كيف cute بس it's so pretty and so cute Oh my god ما بحس هيدول حيكفوا لأن باقي لي 6 12 17 hangers يمكن هيدا it's a way to be motivated إنه كب كم هوديز يمكن ما عم قلكن انه ايه يمكن واذا ما كفوا بعدين هروح اشتري اكيد مش هلا لان انا جوعانه كثير وبدي اكل guys I think I'm actually so hungry ثاني حروح اجيب شيء اشربه happy tea right here the sad story of my life خليني افرجيكم it looks so pretty بعدين خلص ما عندي هون في كذا واحد كمان مرتبين سو عم فكر اخذهم ايه ماما ماما ايه كيف منقول باللغة العربية انه after 5 hours يعني بعد المرور 5 ساعات how do you say it اوكي بعد المرور 5 ساعات يس yes. بعد المرور بعد مرور بعد مرور 5 ساعات بعد مرور 5 ساعات هاي جايز اكلت ارتحت حضرت يوتيوب فيديوز بعدين anyways خلصت بس let me show you لان قلت لكم it was kind of a fail but it's okay هون مثل ما شايفين كتير مرتب بس بعدين السلطة بيجي فا at least بدل ما استعمل من هيدول قررت انه استعمل كل ال like colors اللي عنديهم فا orange, yellow, pink, brown اوكي ما لازم لكم الالوان yeah هون خلص عن جد like ما كان عندي كلهم هون like الانواع اللي مش منيح hopefully one day guys هجيب مرة تانية وزبطها I think خلصنا الفيديو وفيني ارتاح لأن I'm so tired إن شاء الله انبسطوا بالفيديو إذا إيه اللي عم بحكي هيك إذا إيه ما تنسوا تعطوني a thumbs up and to subscribe to my YouTube channel بعد كم فيديو حتشوفوا أنا عم غير غرفتي ف stay tuned for that See you guys فيديو جاي